كاين اللي بقات له هنا 5 سنين، كاين اللي بقات له 3 سنين، كاين اللي بقات له عامين، كاين اللي تقاد. المناطق الإعلامية وتحية لإيطاليا، المناطق الإعلامية وتحية لإيطاليا. وقوفنا اليوم أمام وزارة التربية الوطنية للمطالبة بسنوات اللي اشتغلناها في التربية غير النظامية باش يضيفوها لنا في التقاعد في الأكاديمية العامة وفي التقاعد، وكنطلبوا المماثلة على غرار العرضيين اللي عطاوهم هذه المماثلة واحتسبوها لهم في التقاعد. كنحيي عاليا الأساتذة المدمجون اللي هما الآن في وقفة أمام وزارة التربية الوطنية، ونحن هنا صامدون إلى أن يتحقق المطلب، ونطالب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باش يلتفت لهذه الفئة اللي ضحت كثير، اللي دمجت فئات عريضة داخل المنظومة، كانت فئات اللي كانت تتقاضى ثمن بخس، وملي كنا في عز الشباب ديالنا، وحنا فئة اللي منا الناس الكبار اللي غادي يخرجوا للتقاعد، كاين اللي خرجوا، كاين اللي غادي يخرجوا بثمن زهيد، كاين اللي خرج ب 1000 درهم 1500 درهم مع غلاء الاسعار حاليا. اذا كنطالبوا عندنا مطلب ديالنا لهذا حق ديالنا باش يعطيونا المماثله على غرار العراضيين. وتحيه نضاليه عاليه لجميع الاساتذه الواقفين الان امام وزاره التربيه الوطنيه. هذه التنسيقيه هذه منذ 3 سنوات تم تاسيسها باجل هدف واحد واوحد، وهو احتساب سنوات الاشتغال في التربيه النظاميه سواء في الاقليميه العامه او في التقاعد إسوة بالعراضيين. هذا 3 سنين ونحن لم كل في كل عطلة بينية وفي كل يوم عمل في كل ما أتيحت لنا الفرصة نقوم بشكل نضالي من أجل دق ناقوس الخطر لوزارة التربية الوطنية على الوضعية المزرية التي تعيشها هذه الفئة من نساء ورجال تعليم وموظفي وزارة التربية الوطنية، لأن في السنوات القليلة الماضية أحيل على التقاعد واحد العديد من هذه الناس هذو بواحد التقاعد اللي هو هزيل جدا، 1500 درهم 2000 درهم 2000 درهم بعدما كانوا في السلم العاشر، فتفاجؤوا بهذا المعاش الهزيل. ومن هنا نحن ناقوس الخطر بالنسبة للوزارة حتى لا يتم قيام بواحد الضرر كبير بالنسبة لهذه الفئة اللي ما زالت تشتغل واللي المجموعة منهم سوف يحالون على التقاعد في القريب العاجل.